السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالتي. اليوم برا بشرة راح ندخل في الوحدة التعلمية الثانية، الجزائر ما بين 1945 و 1989. اليوم برا بشرة راح نحيو علينا ونديروا ملخص صغير تواه العمل المسلح ورد فعل الاستعمار. الدرس الاول انا غير فهمها خالتي، دوكا دوكا نفرجوها مع بعضنا، نبداو من الاول خلاص. بون، كما خصت الحرب العالمية الثانية في 1945، خرجوا الجزائريين بكثرة. أول حاجة علاوه الاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية، وثاني حاجة وش هي؟ باش يطالبوا فرنسا بالوعود تاعها، الايفاء بالوعود تاعها. كما على بالكم اللي فرنسا وهز الجزائري كما تخلص الحرب العالميه الثانيه راح يعطيوها الاستقلال. بصح يا خوتي، يعني سبحان الله، عطاتهم وعد وتشوفوا لا رياكسيون تاعهم ورد فعل الاستعمار واش دار في هذاك اليوم، يوم 8 ماي 1945. دار فيهم منكر يا خوتي، داروا مجازر وقطعوا عباد وحرموا كما نقولوها، وسجد فيها اكثر من 45 الف شهيد. هذا كل يوم 8 ماي 1945. من هنا بدات كما نقولها تفكير في الثوره. الشعب تاكد ان الاستقلال لن يعطى بل يؤخذ. يعطيك الصحه. اول حاجه دارها هو انشاء حركه انتصار الحريه الديمقراطيه ام بي ال دي عبر مصالح الحاج. كما خرج مصالح الحاج بالحبس في 2 نوفمبر 1946 اسسوا هذه الحركه. بصح ما طولتش بزاف هذه الحركه، تفكت بسبب الازمه في 54. يعطيكم الصحه. لهنا بدا التخطيط الرئيسي، عرفوا تما ديريكتومون باللي رايحين يديروا الثوره ما فيهاش. قالوا اول حاجه داروها خاوتي واش داروا؟ اسسوا اللجنه الطواريه للوحده والعمل، يعطيكم الصحه. وقت اسسوها هذه اسسوها في 23 مارس 1945، يعطيكم الصحه. وخرجوا كما نقولوها باللجنه تاع 22. يعني واش حاب يقول؟ حاب يقول اللجنه تاع 22 هذه تابعه اللجنه الطواريه للوحده والعمل، سما يعني كل الشباب من الموضوع من اللجنه الطواريه للوحده والعمل كلش بدا. يعطيكم الصحه. اللجنه الطواريه للوحده، اللجنه 22 هذه استغفر الله يا ربي، دارت اجتماع وقتها في 23 جوان 1954. واش داروا في هذا الاجتماع؟ هضروا فيه على الحصيله وقرروا باش ياسسوا لجنه خلافيه اللي راح تتحدد وتتكفل بالتاريخ والوقت تاع اندلاع الثوره. في 23 اكتوبر 1954 اجتماع الرئيس حميد طبعا بالمكان تاعو. واش داروا خاوتي؟ اسسوا فيه لجنه 6، وكان اخر اجتماع لجنه 22. وفي هذا اليوم حدوا يوم اندلاع الثوره والمكان والوقت، وقسموا الجزائر الى 5 مناطق عسكريه، وانشئوا جيش الحدود، وبدلوا تسميه اللجنه الطواريه. يعطيكم الصحه. وداروا بيان اول نوفمبر بالطبع اللي تابع للتعبئه الشعبيه، اكد لي التعبئه الشعبيه ديك اللي عليها سطر. يعطيك الصحه. بون، كما قلت لكم بدلوا الاسم تاع اللجنه الطواريه والوحده والعمل. واش رجعوها؟ رجعت اسمها جبهه التحرير الوطنيه. يعطيك الصحه. تسمى لهنا بان كلش، لهنا بدينا نتفرزوا عندك. بون، كما قاعدين تلاحظوا خوتي، هذا كل تابع للتنظيم العسكري، التنظيم العسكري قاعدين تلاحظوا. تسمى يعني من اللجنه الطواريه والوحده والعمل وبضابط، تسمى يلي كلش، هي الاساس كما نقولها. يعطيكم الصحه. نروحوا للتعبئه الشعبيه. واش معناتها التعبئة الشعبية هذه؟ تربية هي قدرة الثورة على حشد واستنفار جماهير شعبية بمختلف شرائحها لإنجاحها عن طريق أول حاجة التوعية الإعلامية ببيان أول نوفمبر، ثاني حاجة محاربة الفساد ومحاربة كما نقولها الفرنسيين والاستعمار، وثالث حاجة الاهتمام بالجانب الصحي والاجتماعي والتعليمي، وتأسيس الاتحادات لتنظيم الجماهير وتأطيرها كما يقولها. تربية نروحوا درك المظاهرات. نبداو بالاضرابات. اول حاجه واش هو؟ اضراب الطلبه في 19 ماي 1956. ثاني اضراب، اضراب 8 ايام 28 جونفي الى 4 فبراير 1957. نروحو درك للمظاهرات. المظاهرات كاين مظاهرات 11 ديسمبر 1960 هذا الصيام اللي قرات فيها، وكاين مظاهرات 17 اكتوبر 1961 بباريس. كل وحده عندها الاسباب تاعها، وكل وحده على وحده روحها خوتي. يعني حنا كي نقولوها درنا ملخص برك على التواريخ، وكي نقولوا مصطلحات وشخصيات. تربيع نروحوا درك للتنظيم العسكري. كيما هضرناه من بعد قبيل خلاص، تقسيم الجزائر الى 5 مناطق عسكريه. تربيع انشاء جيش التحرير الوطني، تحديد الرتب، وانشاء جيش الحدود، ونقل الثوره الى فرنسا. نقل الثوره الى فرنسا كيف؟ يعني كيما هز الثوره وديها لفرنسا بعد. وكيما نقول الاولويه للداخل على الخارج. تربيع يوم باريس مظاهرات برا، دير مظاهرة مع مظاهرة 17 أكتوبر 1961 بباريس. التنظيم المؤسساتي، عندك مؤتمر صومال في 20 أوت 1956. رابعا
عقد في الولايه الثالثه بقلعه ايفري وسط غابات اكفادو. تري بيان، اختير هذا التاريخ احتفالا بالذكرى الاولى لهجومات قسنطين 20 اوت 1955. على وين داروا هذا خالتي؟ تكذيب ادعاءات العدو بالسيطره على المنطقه، توفر عامل الامني والحصار المفروض على الاوراس. واش خرجوا؟ خرجوا به بقرارات طبعا. اصدار ميثاق الصمام وهو كوثيقه سياسيه للثورات، تقسيم الجزائر الى 6 مناطق عسكريه اكسترا. تري بيان، نروحوا ديريكتومون خالتي للرد فعل الاستعمار القضاء على الثوره. اول حاجه واش داروا؟ جابوا ديغول. هذا ديغول هذا خالتي كان حاط روحو ايه مخربش خلاص، جا وبدا بدا يدير في الاصلاحات وبدا يدير في الجرائم، ومنه قال لك نقضي على 99.99% من الثوره. بصح في الاخر خلصت له كيما الجنرال لوكوست، يعني خلص عليهم مال في زوج. تري بيان، شويه سيريو. وجابوا جاك سوستال. وقتها جابوه جاك سوستال هذا، دوك نهضروا جاك سوستال، جابوه الى الجزائر ودار اصلاحات طبعا، ودار كيما يقولوها عنده مشروع تاعو بعد. جابوه في 25 جونفي 1955، ضعفوا القوات الفرنسيه واستعملوا الاسلحه النوويه منها النابال. تري بيان، المخططات الاغرائيه خاوتي، عندك مشروع سوستال 1955 اللي جابوا بعد جاك سوستال، اللي داروا مشروع قسنطينه، داروا سيخونه ديغول في 4 اكتوبر 1958. الاصلاحات دركا السياسيه او المخططات السياسيه، مشروع سلم السجعان داروا ديغول، وطرح مشروع حق تقرير المصير كيف كيف بعد خرج به ديغول. هذا مشروع حق تقرير المصير اللي استعرف به بالجزائر. خاوتي وصلنا لافان تاع الفيديو تاعنا، نتمنى تكون هذا الملخص فاتكم، كما نقولها راهو جوست ان ملخص. دوك نتلاقاو بعد، سلام عليكم.